مجلة علاء الدين، مجلة لكل البنات والأولاد. ورشة علاء الدين الصيفية للفنون والصناعات اليدوية قدمتها مجلتكم مجلة علاء الدين. أشكال من وراء. في هذه الورشة تدرب الأولاد والبنات على العديد من المهارات المتنوعة، مثل قص الورق، تنسيق الألوان، التدريب على تكوين شكل فني متكامل من إحدى الأشكال الهندسية وهي الدائرة. نجح الأطفال في عمل لوحات فنية مميزة من الورود والأزهار الورقية. أبحرت معهم في الخيال والإبداع الفنانة التشكيلية داليا حسن. انتظروا دايما مفاجآت مجلة علاء الدين مع أول كل شهر، وتابعونا على موقعنا الإلكتروني. لو عجبكم الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب لقناتنا.